إيمي كاتبة طلعي صدرك كله وخلاص فكينا المتى كل شوي تركزي على جزء وتبين الناس تحترمك. شوفي أنتي لو واجهتيني وجها لوجه فأنتي بتحترميني غصبا عنك غصبا عنك. ما في شيء يستدعي أنه شخص مثلك وأمثالك ما يحترم الأشخاص الآخرين بمجرد حريتهم في لبسهم. يعني مو معناه اني اكشف عن اجزاء من جسدي اني انا غير محترمه، او ان هذا يعطي الاخرين الضوء الاخضر او الاحقيه بالتقليل من قدري. تعبنا من عقلياتكم، تعبنا، خلاص ارحمونا، بطلوا تخلف، بطلوا فكونا خلاص. ايش هالجنون؟ يعني الحين الرجل يحق لها والمرأة ما يحق لها؟ كلنا بالنهاية بشر. انتوا تشوفون الرجال المشاهير لما يجي وقت الصيف يشيل التيشيرت، ما في ملابس داخلية، بس شورت، وهو بالنادي الرياضي، كثير منهم بالنادي الرياضي. يعني اغلب اللي بالنادي الرياضي يلبس تيشيرت، هو بعضهم ولا شيء بس شورت، وعادي ويوريكم عضلاته وكل جسمه مبين. بتقولولي في الإسلام العورة، عورة الرجل من السرة للركبة؟ لا والله مبين حتى تحت سرته، ولابس لكم شورت من هنا نص الفخذ أو، وعادي لا يتعرضون للهجوم ولا المسبة وعادي. لكن أنتم شايفين أغلب الرجال العرب سواء من الخليج أو